أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الصلوات الخمس هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فالصلاة هي عمود الإسلام، كما في الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الصلوات الخمس، قال الله جل وعلا: فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات معينة. وهذه الأوقات مجملة في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ذكر ثلاثة أوقات: عند دلوك الشمس وهو صلاة الظهر، إلى غسق الليل، وهذا يدخل فيه صلاة العصر، صلاة المغرب، وصلاة العشاء. والفجر، قرآن الفجر، وقرآن الفجر عبر عن الصلاة بالقرآن لأنها تطول فيها القراءة في صلاة الفجر. كان مشهودا، يعني تحضره الملائكة الحفظة، ملائكة الليل وملائكة النهار، يجتمعون في صلاة العصر ويجتمعون في صلاة الفجر. وهاتان الصلاتان هما أفضل الصلوات الخمس. حافظوا، قال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات. والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما صح في الحديث، هي صلاة العصر. فهذه الصلوات فرائض واجبات، وما عداها من الصلوات فإنها نوافل، والنوافل تكمل فيها الفرائض، وهي تنقسم إلى قسمين: نوافل مطلقة ونوافل مقيدة، وهي الرواتب التي مع الفرائض، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان قبل المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر، هذه رواتب تكون مع الفرائض، وهي 20 ركعة. وما زاد عن ذلك صلاة الليل، فهذا أكمل وأتم. إذا جمع مع صلاة الفرائض ومع الرواتب ومع جمع معها صلاة الليل، قد استغرق وقته
في عبادة الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.